عيني على المثلثات. وادي التسديدات جول 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 في الدقيقة الثامنة. ميدو جابر، ميدو جابر يعلن ويحلق بالنسر الأحمر في سماء ليبرفيل عاصمة الجابون، علشان المارد الأحمر والفلنة الحمراء تعلن السيطرة والسطوة على القارة السمراء من خلال أول الأهداف، ويرفرف العلم المصري في ملعب الصداقة بعد عدد من التمريرات وخد وهات وميت جابر بأمر السلية. رغم ضغط متقدم من لاعب منانا، لكن النادي الأهلي قادر ان هو يتقدم بشكل جيد. ودي كوره معديه، ودي اثاره يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الثاني، يا عيني على الثاني من التوربيد اللي دايما يتقدم ويصيب ويسجل ثاني اهداف النسر الاحمر والمارد الاحمر في ملعب الصداقه، علشان يزود ويأكد الصداقه ما بين الاهلي ومنانا في لقاء الاياب، ويتقدم وليد ازارو بتاني الاهداف، والعلم المصري يرفرف في ملعب الصداقة من جديد، وكمان 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 وليد ازارو.